بار دوليا رسالة إنسانية تفتتح بها فرقة أليسار المسرحية مهرجانها المسرحي الخامس في دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. هي واحدة من خمسة عروض مسرحية خصصت للاحتفاء بالأعمال المسرحية للأديب الراحل وليد إخلاصي. مهرجان أليسار المسرحي بدورته الخامسة طبعا هو فرصة كتير مهمة لشبابنا اللي رح يقدوا خمس عروض بخمس أيام متتالية. رح يكون في عنا كل يوم عرض مختلف عن الآخر، كل يوم في عنا مخرج جديد. طبعا هذه يعني قدرات كبيرة أكيد، إن شاء الله نحن مؤمنين بشبابنا. العرض الأول هو باريدوليا. باريدوليا هو عبارة عن مرض نفسي، هو بالأساس معنى الكلمة، يعني في أشخاص بيعانوا منه، بيتخيلوا أشياء، بيتخيلوا أشخاص، حيوانات، أحيانا بشكل منظم وأحيانا عشوائي. فأنا اخترت نصين للأستاذ وليد إخلاصي الراحل وليد إخلاصي، اخترت أنا نصين وعملت نص واحد اللي هو باريدوليا. هني محاكات للكاتب، بيكتب هو روايات ومسرح. هذا الكاتب بتصير شخصياته بتحاججه وبتحاكمه وطرف الواقع تبعه، وخصوصا واقع العقم. هناك شغف للمعرفة، هناك أخلاق عالية لديهم، فهذا مهم أن نزرع بذرة هنا، لأن المسرح ليس للترفيه فقط، بل المسرح يحاكي الواقع ويغير الواقع ويعيده. المسرح أداة تعبير بكثافة، سعدت بهذه الدعوة لسوريا ويشرفني كثيرا. عرض اليوم هو باريدوليا. العرض بيحكي عن مرض نفسي بصيب المريض، بأنه هو يتخيل أو يتوهم أشخاص أو حيوانات، يعني بتخيل الفئتين الإنسانية والحيوانية، وهدول الفئتين هني خلاصوا، يعني ممكن يتخيل اليوم شخص، أي شخص تاني، أنه ينقذه من مأزق هو فيه، ممكن يتخيل صوت حيوان، ممكن يتخيل لمعة ضوء موجودة، فأنه هو خلاص خلاصوا هذا المكان. باريدوليا كاتب تورط بشخصيات أنه هو نزل على واقع خلاها تتأقلم مع الحرب، مع الجوع، مع القهر، مع القتل، مع الوباء، مع الكوارث، مع كل هذا هو مصر انه يكملوا حياتهم. هلا هي بتحكي انه عن الحرب، عن الجوع، انه الواحد ضل مع مرته ورغم كل شيء، رغم الجوع، رغم الحرب، رغم انه هي ما بتجيب اولاد، ضل معه ووفي بوعده وحاول لاخر لحظه انه يوفي بوعده لإلها. تأتي العروض في إطار دعم القدرات والمواهب المسرحية الشابة لتشكل حافزاً للشباب المسرحي ومساحة لتقديم رسائلهم الإنسانية.